السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، معكم محمد خلف من قناة سيستم تيك. النهاردة هنتعرف مع بعض إزاي نحول راوتر وي اللي هو ذات تي اي اللي بيبقى عليه سوفت ذات اكس اتش ان اتش 168 ان، إزاي هنحوله إلى اكسس بوينت، يعني هياخد من راوتر بسلك وهيوزع واي فاي. واول حاجه هنعملها نفتح متصفح، اي متصفح، جوجل كروم، فايرفوكس، ايدج، وهنكتب في شريط العنوان من فوق 192.168.1.1 وندوس انتر. هيدخل لنا على الواجهه الرئيسيه او الصفحه الرئيسيه لايه، للراوتر ده او للسوفت ده. ولو ظهرت لك الواجهه دي معنى كده ان الراوتر اول مره تفتحه او اتعمل له ريسيت او اتعمل له اللي هو اعاده ضبط مصنع. طبعا بنتخطى الصفحه دي ان احنا نضغط نيكست، تمام، بتظهر لنا بعد كده صفحه ايه، الواي فاي او الدبليو لان، ودي اعدادات سريعه انا ممكن اشتغلها. وهي عباره عن ايه؟ واول خيار ده اللي هو فيه اون واوف، وده ممكن عن طريقه ان انا اقفل الواي فاي او اشغله. اس اس اي دي نيم اللي هو اسم الواي فاي، ممكن اشيل الاسم ده، تمام، واكتب اي اسم انا محتاجه. هنا نوع الحماية أو التشفير، وهنا WPA Pass Phrase اللي هو الرقم السري، ممكن أغيره من هنا، وبعدين أضغط Next. ودي طبعا زي ما قلت لكم هي إعدادات سريعة، يعني بعد كده احنا ممكن من داخل الراوتر نفسه هندخل على إعدادات الواي فاي، وهيبقى عندنا إعدادات تانية إضافية عن الإعدادات دي. هنضغط Next، تمام. بعد كده هتفتح لنا الصفحة دي اللي هي Congratulations، هدوس عليها Finish. وبعد ما اضغط فينش هتظهر لنا الواجهه الافتراضيه للسوفت ده، وهي فيها شريط اسود في هوم وانترنت ولوكال نتورك ومانجمنت، لكن طبعا مش هينفع ادخل على اي خيار من دول الا لازم ادخل اليوزر نيم والباسورد. وهنا اليوزر نيم بشكل افتراضي هو عباره عن ادمن اي دي ام اي ان، كلها حروف بالسمول. بعد كده ناخد الباسورد اللي هو الكلمه اللي في ظهر الراوتر. والسيستم القديم بتاع تي ديتا زمان كان بتنزل كل اجهزتها بكتب يوزر نيم هنا ادمن والباسورد هنا ادمن، لكن طبعا الاجهزه الجديده والسيستم الحديث او النظام الحديث بتاعهم هو عباره عن ادمن، وفي بيبقى في رقم بيختلف من راوتر للتاني موجود في ظهر الراوتر. وهنكتب اليوزر نيم وهو زي ما قلنا ادمن اه دي ام اي ان سمول، والباسورد اللي هو في ظهر الراوتر. وبعد ما كتبتهم هضغط على لوج ان، ثم بعد كده هيفتح لي على الواجهه الافتراضيه ل السوفت ده، وزي ما احنا شايفين هي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، في شريط اسود من فوق في هوم انترنت لوكال نتورك ومانجمنت. وعلشان احول الراوتر ده الى اكسس، اول خطوه بعملها بضغط على لوكال نتورك، ومن جوه لوكال نتورك بضغط على دبليو لان، ومن جوه دبليو لان بضغط على دبليو لان بيسك، وبعديها بضغط على دبليو لان اس اس اي دي كونفجريشن. ودي نفس الاعدادات اللي احنا جبناها في الاول، بالاضافه الى اعداد اس اس اي دي هايت اللي هو الاخفاء، والاعداد الاضافي الثاني اللي هو ماكسيمم كلاينتس، وده ممكن اغير هنا الرقم اللي انا محتاج، عدد الاجهزه اللي يتصلوا بالراوتر فقط او بالاس اس اي دي ده او بالواي فاي ده، بغير عدد الاجهزه على حسب ما انا عايز، تمام. وبعد كده ادوس ابلاي. يبقى هنا طبعا ايه اول خطوه، وهي كانت تغيير الاسم الواي فاي وتغيير الرقم السري، وبعمل اخفاء للشبكه لو عايز اعملها، وبحدد عدد الاجهزه المتصلين. والخطوه الثانيه مباشره من نفس لوكال نتورك بضغط عليها بختار لان، تمام. بعد اختار لان طبعا هنا ايه اللي اختار زي ما هو ثابت اي بي فيرجن 4 الاختيار الافتراضي، باجي على دي اتش اس بي سيرفر بضغط عليها دي اتش اس بي سيرفر، ودي اهم خطوه موجوده نخلي بالنا منها. اولا دي اتش سي بي سيرفر معمول اون، هنعمله هنا ايه اوف، نعمل اغلاق للدي اتش سي بي سيرفر، وبعد كده نغير الاي بي ده ما نخلوهش ايه 11، نكتب اي رقم تاني، تمام، يبقى 192.168.1، اي رقم تاني انت عايز تكتبه، وبعد كده ندوس ابلاي، تمام. وبكده نكون انتهينا من تحويل الراوتر الى اكسس بوينت. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.